طبعا بالتالي هذا يطرح هكذا نقول بصوره كلاسيكيه دائما، لان يلتفتون الى الشمس، وانما هو ذكر سحاب قرب الشمس، يعني هنالك سحاب. زين تفسير السحاب شنو؟ مو فقط يغطي الشمس، اكو 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 منظومه او شاخص معين مثل بالسحاب. بالسحاب طبعا هنا دائما اذا غيبت الاشياء، اذا غيبت الاشياء تغيب معها اثارها. اذا غيب الشيء بعد اثره وين؟ يغيب وياه. يعني اثر الضياء طبعا، يعني اثر الحراره طبعا، الحرارة، الشمس، الاحراق ان غابت عن الارض. نعم. بالمطلق تستحيل تتحول الحياه الى جحيم، لان كل شيء مرتبط بالشمس، بنور الشمس، بضيائها. فبالتالي انا احتاج شيئين، احتاج ان اغيب الشمس، اغيبها، والشيء الاخر ان لا احرم من فوائدها. شلون؟ من اللي يحققها؟ الا السحاب، باعتبار يبقى اثار الشمس باقي تعطي فوائدها، نورها، وقرص الشمس تستطيع ان تحدده بالمباشر. الان الشمس سحاب امام الشمس، هل تستطيع ان تشير بسبابتك تقول هذا قرص الشمس بالمباشر؟ لا، يكون مغيب، لكن مغيب اثاره، يعني اثاره ممكن أن تحوم حول القرص هنا. نعم. يعني قريب على الظل. نعم. وايضا شيء اخر زين، السحاب عندما صار سادا او حاجبا للشمس، هل ستصل لنا كل فوائد الشمس؟ نسبيه، قضيه نسبيه. نعم. يعني يصل لنا ما يقوم حياتنا، صح ولا لا؟ شنو اللي وصلنا يعني المعصوم فقط هذا الشيء؟ شنو فائدة العملية؟ كم باقي من الوقت؟ نعم، باقي قرابة العشر دقائق أو أكثر قليل. كم يعني مجرد هذا التشبيه هم هنالك أمر عملي على الأرض موجود. شنو هذا الأمر العملي؟ إذا أردنا أن نستفيد من هذا التشبيه، قلنا هو باعتبار أن نغيب الشيء مع عدم يعني مع عدم حجب آثاره، ولا يحق هذا الشيء إلا السحاب. زين، الإمام غيب اللي هو شنو؟ شبه بالشمس. السحاب نقول هكذا ولو على نحو الأطروحة، يعني وجدانية. السحاب يمثل الفقيه العادل، الفقيه العالم هو السحاب. ستقول لي كيف؟ يعني لازم هو يعني هو وكيل عنه. نعم نعم، يعني لماذا لا نقول ممكن واحد يذهب بالقول ان الذنوب هي التي تحجب هذه الشمس؟ لكن هذا طبعا مو على نحو العله الكامله. هذا نحو تفسير واحد من التفسيرات للشمس والسحاب. راح نطرح هسه، احنا نطرح نوضح المطلب خلينا نشوف المطلب. يعني الفقيه يكون حائل؟ لا لا، المطلب هنا راح نعم. الفقيه سيكون سحاب، الشمس الإمام المهدي سلام الله عليه، السحاب الفقيه. زين، الأمة بوجود الفقيه تستفاد من الإمام أم لا تستفاد؟ تستفاد. وأنا أريد طبعا بالمناسبة أريد غائب، باعتبار أنه وجبت غيبة الإمام. واضح. فمن عندما غاب الإمام، غيب الإمام، لكي أحتاج إلى ضوء الشمس، احتاج الى علم الامام. من الذي يوصل هذا العلم الي؟ بالشمس. السحاب كان عن طريق السحاب يصل الضوء. الشمس الامام المهدي عن طريق الفقيه يصل علمه او تشريعات التي يبثها الامام، ما يريده الامام يصل من خلال من؟ من خلال السحاب اللي هو منه الفقيه. يعني واضحه الفكره؟ يعني انت احتاجيت السحاب على مود تغيب الشمس، لكن رغم ذلك تحتاج ضوء الشمس، تحتاجه. هنا الامام غيب. زين، اذا غيب بالمطلق انحرمت بعد من مؤكد، من معلوماته، من علمه، من حكمه. لكن هو يقول لي انظروا رواة حديثنا. منو اصبح؟ يعني اصبح العالم هو السحاب الذي يدخل من خلاله الضوء.
بالشمس والسحاب قلنا هل يصل ضوء الشمس بالمطلق؟ لا بعد السحاب لو أكو يصل جزء منه جزئية. أوضح الفكرة. نعم. الفقيه والمعصوم كذلك. لا يستطيع المعصوم أن يتحمل عفو لا يستطيع الفقيه, الفقيه نعم. أن يتحمل علم المعصوم بالكامل. لذلك تكون أغلب أحكامه ظنية. والله العالم. والله العالم بس نعم. الرسالة العملية كثير من أحكامه بس بل الغالب أحكام ظنية. كل رسالة العملية. ليش أو لماذا؟ القاصر لا يصل إلى مرحلة الدان. ولذلك احنا اللي توصل لنا مو الأحكام الواقعية نعم. اللي عند الشمس اللي هو الإمام المهدي الظنية. أكو سحاب اللي هو الفقيه من خلاله يوصل لنا الأحكام الظنية مع شنو الحفاظ على المعصوم باعتبار أنت تحتاج ضوء الشمس تحتاج إلى الحكم الشرعي تحتاج إلى حل مشاكلك الاجتماعية تبحث عن فيوضات المعصوم موجودة فما تتعب نفسك على المعصوم بعد ما تلقى من اللي يحل لك مشاكلك الواسطة الواسطة اللي هو الفقيه ولذلك هذا دليل على أيضا ممكن عده دليلا على الاحتياج إلى الولي الفقيه علي هسدي تشن هجمات في هذا الاتجاه إنه لا. البعض يقول ماكو داعي يعني أنت تذهب إلى التقليد أو غيره نعم هاي أحكام مع احترام نعم جل احترام لنا هذا هذا طرح يعني ساذج طرح سطحي طرح يعني لا يرتقي إلى الدليل والبرهان هذه الأشياء تدل على هذا الشيء يعني الفقيه هو السحاب الذي يحمي الإمام يعني لكي لا باعتبار يحمي يغيب كليا لا أحسن يعني إذا ما موجود هذا الولي الفقيه وين تروح يعني نجبر الإمام على الظهور وبالتالي يقتل بوجود الفقيه وإن كانت أحكامه ظنية لكن تستطيع أن تسير المجتمع لما هو صالح يعني مو أحكام ظنية فاشلة وإنما تستطيع الأمة أن تنهض من خلالها باعتبار هناك قواعد يستدل بها الفقيه على إنتاج الحكم الفقهي بشكل عام فإذا رأينا يعني أصلح لهذا التفسير ما هو جميلة إلى مفردة السحاب بالذات يعني الشمس واضحة الشمس جلية لا لا بس لكن هذا الذي نحتاج إلى فهم جديد لكي يعني نحس بالمسؤولية وبحرص المعصوم من أجل أنه لا نحرم من عطائه طيب هل يعني استندتم على فد قاعدة معينة بتشبيهكم هذا يعني أنت وتروح أنا قلنا نعم باعتبار اللطف الإلهي يعني نعم. باللطف الإلهي يعني ما يترك العباد سدى باللطف الإلهي طبعا فعلا. هي قاعدة اللطف هاي موجودة يعني نسلم الأنبياء. أنه هناك بما أنه نسلم نعم. باللطف الإلهي إذن هو الفقيه من ضمن اللطف الإلهي ولذلك هو طبعا الفقيه جدا ضروري من أي منشأ كما تفضلتم منشأ اللطف الإلهي لكي لا يترك العباد سدى أو لا يكون وجودهم هملي فوضوي يجب هنالك يوجد من ينظمهم من يسير, يسير مع وجود المعصوم الشمس مو غيبة مطلقة ولذلك انت بعد من شفت الفقيه الولي الفقيه أكثر أمورك راح يحلها لك يعني اللي تحتاج إلى حكم شرعي مثلا فبعد أنت يعني كأنما اقتنعت أو أصبحت على يقين كامل يعني المعصوم مع الله يحتاج